الخير، اهلا بكم معانا في من القاهره، ومتابعتنا بتتواصل معاكم، وحلقه جديده وبالتاكيد احداث وتغطيات جديده ومقاربات من شؤون بتهم مصر والمنطقه العربيه والعالم. ولعل الشغل الشاغل في هذه المرحله هو حسم المعركه بشكل سريع جدا في مواجهه فيروس كورونا. نبدأ جولتنا الإخبارية المعتادة مع حضراتكم، وأول محطتنا مع تأكيدات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إذا أزمة فيروس كورونا المستجد. وأعرب سيادة الرئيس عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أعربت من جانبها عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في مثل هذه الظروف. كما تناول الاتصال تطورات القضية الليبية وكذلك ملف سد النهضة. سلم وزير الخارجية سامح شكري نظيره التنزاني رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة، وأجرى مشاورات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال ثالث محطة لجولة وزير الخارجية سامح شكري الإفريقية اللي تأتي بعد جولتين عربية وأوروبية. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية وما يمثلها من محل ومنشآت تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات الترفيهية المختلفة. القرار يشمل كذلك إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباحا بأنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك القرار يسري حتى يوم 31 من شهر مارس الجاري، ولا يسري القرار على الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة وصيدليات وسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن الوزارة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة بتأمين المخزون الاستراتيجي واحتياجات السوق المصرية من سلع أساسية. وأكد وزير الزراعة أن مخزون السلع الاستراتيجية كبير ومتوافر، وأن المحاصيل الشتوية على وشك الحصاد ما يؤمن احتياجات البلاد خلال الأشهر القادمة بإذن الله، وبالتالي خصوصية كبيرة في التوقيت خاصة وإحنا مقبلين وقرب حلول شهر رمضان المبارك. هنتابع مع حضراتكم المزيد في التقرير. تهيب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الشعب المصري عدم الانسياق وراء الشائعات والتكالب على شراء السلع التموينية وتخزينها نظرا لوجودها بوفرة في السوق المحلية. الدولة قايمة بكل ملتزماتها وكل حاجاتها وما فيش أي مشكلة فيها، والحاجات موجودة وأسعار كويسة جدا معقولة دلوقتي حاليا. الوزارة الزراعة برضك عاملة يعني الاكشاك دي كويسه، اسعارها متفاوته شويه عن السوق. باخد الجبن من هنا، الخضار على اساس برضو، في لحوم ساعات، البيض، كل الحاجات دي يعني بحس انها هنا معقوله عن اسعار بره. هو جشع التجار ده يعني المفروض الدوله تضرب بيد من حديد عليهم عشان يكون في رقابه، عشان التجار الجشعين بيستغلوا ظروف ويغلوا في الاسعار. وفيما يتعلق بالأسعار للسلع الاستراتيجية، أكد المسؤولون أنه من المتوقع أن تشهد أسعار هذه السلع استقرارا، بل ستشهد انخفاضا نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للبترول والذي يشكل عاملا رئيسيا في تكلفة النقل. الزراعة لها منافذ كثيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، فعندنا منافذ خاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في منتشرة على مستوى المحافظات وفي القاهرة، عندنا منافذ خاصة بقطاع الإنتاج الزراعي، عندنا منافذ خاصة بمركز البحوث الزراعية والمنتجات اللي بتنتجها المعادن المختلفة، دي متوفرة في القاهرة وفي المحافظات بحيث يتم إتاحة السلع للسادة المواطنين.
هذا وتتولى العديد من الجهات إتاحة السلع الغذائية للمستهلك ممثلة في كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وجهاز أمان التابع لوزارة الداخلية بالإضافة إلى منافذ بيع وزارة الزراعة. في ظل الظروف الراهنة وبالتعاون مع العديد من الوزارات اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العديد من الإجراءات والتدابير لتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر القادمة بما يحول دون الممارسات الاحتكارية والسلوكيات غير المنضبطة. أمل صبري، النيل. دشن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أول قناة تعليمية يتم إعدادها وبثها من مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، وستبث القناة شرح المواد الدراسية لطلاب التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلاب التعليم الأساسي والإعدادي ببني سويف في مصر كلها، احنا بنفخر النهاردة ان احنا من أرض بني سويف ومركز تطوير تعليم في بني سويف بنعلن انطلاق قناة بني سويف للتعليم الإلكتروني. القناة دي ان شاء الله هيتم بث كل الدروس، هيشرحها نخبة من الأساتذة عندنا في بني سويف، هدية من بني سويف ومحافظة بني سويف ووزارة التعليم العالي لأولاد بني سويف. وكمان بالتأكيد دلالة كبيرة وأهمية لإطلاق مثل هذه القناة التعليمية الإلكترونية من محافظة بني سويف. ومعنا المزيد من المتابعة على التليفون سيادة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم. تحية لسيادتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. كيف تقيمون هذه التجربة؟ والله يا فندم هو التقييم مش هيبقى لينا، التقييم هيبقى للناس. احنا النهاردة كنا الحمد لله نجحنا في تدشين القناة الإلكترونية أو التعليمية لمحافظة بني سويف بمجهود ولاد بني سويف، وخاصة طبعا القائمين على الموضوع في مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارة. نجحنا الحمد لله في إطلاقها النهاردة، وزي ما قال في التقرير أن هي تستهدف الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي. كان الهدف أن الولاد بوجودهم في البيت أن ما يفوتهمش حاجة من الدراسة، وأن يقوم على شرح هذه المناهج نخبة من المدرسين الأوائل وطبعا الموجهين باستخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة زي الأنيميشن والفيديو. وإن شاء الله الأسبوع القادم هيبدأ استخدام تطبيق جوجل كلاس روم، اللي عن طريقه هيتم يبقى فيه تواصل ما بين الطالب والمدرس إن شاء الله، فيقدر الطالب إن هو يتقدم بالأسئلة والاستفسارات اللي هو عايزها علشان يقدر يفهم الدرس. النهاردة أنا شخصياً حضرت درسين، الدرس الأول كان درس في مادة الدراسات، الدرس الثاني كان في مادة العلوم، والحقيقة الشرح كان وافي وكافي. هل في اتجاه يا فندم من هذه القناة تستمر يعني حتى وإن كان التعجيل بإطلاقها على خلفية ظروف فيروس كورونا وأهمية مواجهته بجدية وألا يتضرر طلابنا في مراحل التعليم المختلفة؟ هو حضرتك بالفعل هي كانت الخطة موضوعة ضمن خطة متكاملة كانت تستهدف أول حاجة زي ما احنا نقول مواجهة الدروس الخصوصية وإغلاق السناتر، ولكن زي ما حضرتك قلت تم التعجيل بالخطة. احنا كنا بالفعل بدأنا في الحوار المجتمعي منذ قرابة الشهر في محافظة بني سويف، قمنا بتعجيل الخطة دي وبالفعل بدأنا في إطلاقها زي ما احنا قلنا، إضافة طبعا إلى غلق عدد من السناتر يتجاوز 200 سنتر حتى الآن. الهدف زي ما احنا قلنا إن احنا نوصل المعلومة نفس الوقت الطالب ما يضيعش عليه الوقت اللي هو قاعده في البيت، لان طبعا الانترنت عندنا كان في مصر للاسف استخدامه الاساسي للتسليه وليس للتعليم. بالتوفيق وان شاء الله هذه القناه تنجح في ان هي تملا الفراغ يعني ربما النسبي يعني من خلال تعليق الدراسه خلال الفتره القريبه القادمه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. سياده محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم. قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وأصدرت الوزارة إرشادات رخصت فيها بالصلاة في البيوت وصلاة الجمعة في المنازل ظهرا.
كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة وتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة في مساعدة أجهزة الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا المستجد. القوات المسلحة المصرية درع الشعب وسنده، تواجه المخاطر، تجابه التحديات، سند الأمة وقت الأزمات. غايتهم أن يطمئن ويأمن الشعب المصري. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقر كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات، بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري وسادة الوزراء والعاملين من احتمالية الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا. وقدم المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن. في إطار الجهود اللي بتبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من أخطار فيروس كورونا المستجد، احنا في مجلس النواب النهاردة بيشرفنا بالحضور مجموعة متخصصة من إدارات وضباط القوات المسلحة المصرية في مهمة لتعقيم وتطهير مجلس النواب من أي آثار محتملة لانتشار الفيروس. الحقيقة قوات متخصصة مؤهلة، تدريب عالي، والحقيقة بأقدر كثيرا، ويعني أنا بنقل هنا كمان رسالة من الأستاذ الدكتور علي عبد العال، تقديره الشديد للقوات المسلحة ولجميع أجهزة الدولة العاملة في مجال الصحة. الحمد لله يعني الدنيا بخير وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن. مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصري وسلامة أراضيه، مؤكدا أن القوات المسلحة كعادتها دائما تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التي لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية، فضلا عن الأسلوب الاحترافي الذي استخدمته الأطقم المتخصصة في أعمال التطهير. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل. قامت وزارة الداخلية بتعقيم وتطهير المواقع الشرطية المختلفة، خاصة تلك التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين، وشملت عمليات التعقيم قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والأقسام الشرطية وكذلك السجون. في إطار ما تتخذه أجهزة الدولة من إجراءات وتدابير وقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية بتنفيذ خطة وقائية على مستوى جميع قطاعاتها تكفل سلامة المواطنين من المترددين على كافة المواقع الشرطية الخدمية، حيث دفعت الوزارة بفرق وقائية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهزة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير لكافة المباني والمنشآت الشرطية، خاصة تلك التي تشهد إقبالا جماهيريا، على أن تكون عمليات التعقيم والتطهير مستمرة
بما يحقق السلام للمواطنين والعاملين بها. قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية شهدت منشآتهما تعقيما وتطهيرا لكافة جوانبها، بما يضمن سلامة المترددين على هذين المقرين للحصول على مصدراتهما. مخطط التعقيم والتطهير شمل الأقسام الشرطية، حيث قام الفريق الوقائي المكلف بذلك برش المواد المطهرة بجنبات الأقسام المختلفة وأماكن استقبال المواطنين والمكاتب المتنوعة، بما يكفل سلامة مرتادي الأقسام والعاملين بها. التطهير والتعقيم الوقائي امتد إلى السجون المختلفة حماية للنزلاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقامت الأطقم الوقائية المكلفة بذلك بتطهير وتعقيم منشآت السجون المختلفة. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية لوزارة الداخلية، والتي تراعي فيها استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامتهم في كل موقع شرطي يتوجهون إليه للحصول على خدمة شرطية. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. كذلك أعلنت وزارة الداخلية استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجاري، وذلك حرصا على الصحة العامة وعلى سلامة النزلاء. وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة الداخلية علقت جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذ من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. شكلت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات على عدد من الصيدليات والمخازن المخالفة التي يرغب مالكوها في تحقيق مكاسب مالية سريعة على حساب المواطنين. وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفات لعدد من الصيدليات والمخازن غير المرخصة لقيامها بحيازة سلع مجهولة المصدر والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات. وكذلك تم ضبط أكثر من 66 ألف قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات والأقنعة الطبية والقفازات، وجاري إحالة المخالفين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. أصدر وزير التموين علي المصلحي قرار بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدانها، وذلك على خلفية الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها البلاد والعالم كله في مواجهة فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية المبذولة في هذا الإطار. كما نشهد المصلحي المواطنين عدم تخزين السلع ما يعرضها للفساد، باعثا برسالة طمأنة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي لمدة 4 أشهر. أعلنت وزارة المالية أنه حيتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصرف الآلي اعتبارا من يوم 24 مارس. وأهاب عماد معيط بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. بالتأكيد الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا تشمل مختلف الجهات والوزارات المعنية، لأنها منظومة من العمل المتكامل والمتواصل في مصر في نهاية المطاف. ربما في إطار العمل في واحدة من الوزارات الحيوية جدا جهود مشكورة بتبذل في هذا الشأن، وقناة النيل الأخبار أجرت حوار خاص مع دكتورة سهى بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، واستعرضت خلالها دكتورة سهى بهجت ودلا في أولى تصريحاتها الإعلامية لنيل الأخبار كافة الإجراءات والاحتياطات اللي اتخذتها وزارة السياحة لتأمين المنشآت الفندقية وحماية العاملين بالقطاع السياحي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع الدكتورة سهى بهجت وهي المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العاملين في ظل الأزمة الراهنة وهي أزمة كورونا. دكتورة سهى برحب بك يا فندم على شاشة النيل.
نتكلم على الإجراءات اللي اتخذتها وزارة السياحة لحماية العاملين بالقطاع. الحقيقة كما سبق وأشار معالي الوزير دكتور خالد عناني في التصريحات قبل كده لحضرته، أن إن شاء الله الفترة الجاية التجديد على جميع المنشآت السياحية بالاحتفاظ بالعمالة الحالية لحين يعني انقشاع الأزمة دي إن شاء الله. وإن شاء الله هو شدد على أن ضرورة إن عدم تسريب العمالة، لأن دول استثمار حقيقي للقطاع وتم تأهيلهم بشكل جيد جدا، وبالتالي فهو أشار وشدد على عدم التهاون مع أي حد يتم يعني اكتشاف أنه هو فعلا استغنى عن العمالة بشكل تعسفي. بالنسبة لفندم، ليه التدريب العمالة هناك للتعامل مع أزمة كورونا يبقى عامل إزاي؟ الحقيقة هو التدريبات يعني طبعا الفترة اللي جاي تم التوجيه من معالي الوزير انها كلها تنحصر في التدريبات الخاصة بالتوعية ضد فيروس كورونا، وكمان ضد في التدريبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين، علشان الفترة دي كلها تبقى المنظومة الصحية كلها متكاملة. فالفترة الجاية ان شاء الله هتبقى مركزة على ده، واحنا بنحاول ان شاء الله بالتعاون مع الاتحاد والغرف المختصة ان يكون التدريبات اونلاين، علشان برضو منع التجمعات ومنع الاحتكاك. والحقيقة الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية خدت تدابير في هذا الشأن، وجاري طبعا الإعداد لكل الأشكال التدريب في هذا التخصص في الفترة القادمة إن شاء الله. فيما يخص تعقيم المنشآت الفندقية، إجراءات الوقاية للفنادق عاملة إزاي؟ المحافظات كم عدد الفنادق اللي احنا بنعقمهم، وطبقا لأي قواعد احنا ماشيين في التعقيم؟ الحقيقة برضو معالي وزير السياحة أصدر تعليماته بأن للغرف والاتحاد المصري للغرف السياحية بأن يتم التعاون مع وزارة الصحة بشأن تعقيم وتطهير جميع المنشآت السياحية والفندقية، وبناء على كده هم فعلا خدوا إجراءات فعلية وبدأت عملية التعقيم منذ فترة. والحقيقة التعقيم هيشمل جميع المنشآت والفنادق السياحية والمنتجعات، وليس ولن يستثنى منها أي منشأة. هي طبعا في جدول زمني محطوط بشكل طبعا محدد، ووزارة الصحة الحقيقة بتبلي يعني مشكورة بلاء حسن في هذا الشأن. وبالإضافة إلى كده كمان لزيادة تأكيد ضمان لعملية التعقيم، في شركتين عالميتين تم التعاقد معاهم من قبل غرفة المنشآت الفندقية، والشركتين بيعملوا بالتوازي بحيث أنهم يرجعوا تاني يكشفوا على أي مناطق يكون فيها نوع من النقص أو يحبوا يعيدوا تاني أي نوع من التطهير أو كده. وبتم كمان كشف كل مناطق السلامة المهنية اللي موجودة في المنشآت والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة. فإحنا ماشيين بكل الإجراءات بحيث أن تبقى العملية محكمة تماما، وبإذن الله لما السياحة ترجع يكون البيت من الداخل تم تطهيره وتنظيفه وتأهيله بالكامل لاستقبال سائحين جدد بإذن الله. يمكن ده يا فندم من خلال سأل حضرتك على ال 14 يوم اللي هيكون فيهم تطهير المنشآت الفندقية هناك بالنسبة لشرم الشيخ أو الغردقة، ال 14 يوم وإذا ثبت في حالة من الحالات المصابة للعاملين إزاي هيتم التعامل معها، وال 14 يوم دولت إحنا بنرتب البيت من الداخل، ملامح الترتيب ده يبقى عامل إزاي؟ زي ما قلت لحضرتك ان ملامح الترتيب هي بتبقى تطهير جميع المنشآت والتأكد من سلامة العاملين، وده اهم حاجة. فطبعا اكيد وزارة الصحة بتتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة للكشف عليهم وازاي ان هم فعلا يكونوا ان شاء الله امنين. ولو حصل ولو في اي حالة، الحقيقة احنا ما عندناش لحد دلوقتي يعني تقارير مؤكدة بحالات في المدينتين، لكن في حالة وجود طبعا ده اكيد بيتم عزله بالاجراءات اللي بتتبعها وزارة الصحة. هنا المعني بالأساسي هو وزارة الصحة، لكن وزارة السياحة يعنيها أنها تحافظ على سلامة المنشآت وضمان سلامة جميع العاملين من أي تعرض لأي إصابة. والحقيقة القرارات اللي اتخذت كانت قرارات صائبة في أن احنا فعلا نحفظ العاملين من الاختلاط بأي سائحين في هذه الفترة. بشكر حضرتك يا فندم وبالتوفيق. مرسي يا فندم، مرسي لحضرتك، شكرا. أعزائي المشاهدين، كما تابعتم معنا كان هذا حوار خاص مع الدكتورة سهى باجت وهي المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة. تناولنا فيها الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لحماية حقوق العاملين. شكرا وأعود إليكم. بالتأكيد وزي ما تابعنا مع المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، على رأس الأولويات هو التطهير وتعقيم المنشآت ليس السياحية فقط لكن المؤسسات
في مختلف المجالات لضمان صحة المواطن ولضمان أن في أقرب وقت إن شاء الله نقدر نقول أن مصر أصبحت خالية تماما من هذا الفيروس. ونتمنى دوما السلامة لصحة مواطنينا وصحة الجميع الحقيقة على مستوى العالم. وحوارنا الثاني هيصب في صميم هذا الحديث عن التعقيم، وفي إشارة واجبة أيضا إلى دعوة وزارة الصحة لاعتبار الجمعة يوم مخصص للتطهير في مواجهة الفيروسات. طابة الحقيقة هي انطلاقتنا في أول حواراتنا، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، ونعيد إلى الأذهان ما حققناه من استرداد لها من حوالي 31 سنة بالتحديد في مثل هذا اليوم من عام 1989، وكثير مما يقال في هذا الشأن والجهود التي بذلت في هذا الإطار. وبصحبتنا في هذه الوقفة الحوارية بعد قليل جدا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. We'll be right back.